وكعادتنا سوف نتذكر معكم بعض من معتقلين الأبطال. الدكتور عمر عرنوس 33 عاما، اعتقل في فجر يوم السبت 6 تشرين الأول 2012 مع زوجته مايا جخدار 30 عاما وطفله عبد الرحمن 2.5 سنين، حيث كانوا في منزلهم في مشروع دمر دون توجيه أي تهمة لهم. لؤي عبد العزيز إدريس من مواليد عام 1979 مع الضمية الشام، متزوج وله طفلان، وكان يعمل في هيئة الطاقة الذرية، يحمل إجازة في العلوم الطبيعية وماجستير في الأحياء الدقيقة ودبلوم في الفيزياء اختصاص وقاية إشعاعية. والده الشهيد عبد العزيز وأخوه الشهيد أحمد إدريس اعتقل من منزله من قبل المخابرات الجوية بتاريخ 10 كانون الثاني 2012، ولا يزال مصيره مجهولا. بهيج سلوم اعتقل بتاريخ 31 آذار 2012 في مدينة جرمانة بعد اقتحام المنزل المتواجد به من قبل جهاز أمن الدولة، وهو من مواليد 1966 مدينة شهبة في محافظة السويداء. يذكر أن هذا الاعتقال هو الثاني له خلال الثورة، حيث تم مداهمة منزله في مدينة شهبة سابقا. وفي صباح 21 آب 2012 اختطفت السيدة رحاب السيد علي من مواليد 1956 وزوجها السيد فيصل الغزاوي من مواليد 1949 من قرية الحواش قرب مدينة حمص من قبل الشبيحة، وما زال مصيرهما غير معروف حتى الآن. وهذا محمد نضر المجني مواليد عام 1962 من أريحة في محافظة إدلب، اعتقل بتاريخ 17 آب 2012 من قبل الأمن العسكري، حيث كان في محافظة حلب بعد أن نزح إليها ثم نقل إلى مدينة دمشق. الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن رفضت تسلم أدويته إذ أنه يعاني من مرض القلب والغدة الدرقية. الحرية لهم ولجميع معتقلين الأبطال.